كسر القامة مشكلة تواجه بعض من فئات المجتمع المصري، ومن هذه الفئات بعض الشباب المتقدم للكليات العسكرية أو الشرطية، ولديه طموح للقبول بهذه الكليات. وهنالك أيضا بعض الفتيات ممن يعانين من قصر القامة، ويؤثر ذلك على الناحية الجمالية لديهن. نحاول في هذه الحلقة الخاصة أن نقدم لهؤلاء وغيرهم مما يسبب لهم قصر القامة مشكلة ما، جهاز لزيادة طول القامة، بالإضافة إلى مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بزيادة طول القامة. في مشكلة بيعاني منها كتير من الناس، خاصة البنات والشباب، ودي بتأثر على نفسيتهم وتأثر على مستقبلهم، وهي مشكلة قصر القامة. النهاردة بنشرح جهاز زيادة طول القامة، الجهاز الصناعة العربية الوحيدة في المنطقة عندنا، وهنبتدي نشرح ازاي طريقة استخدامه. وفكرة عمل الجهاز بسيطة جدا، هي تباعد الفقرات اللي في العمود الفقري. الفقرات دي مش هتطول تاني بعد سن البلوغ، لكن الغضاريف التي اي لديها قابلية انها تكبر، زي العضلات تماما. لما انا بروح للجيم وبلعب حديد مثلا، فالتأثير حمل التدريب على العضلة بيأدي يخليها انها تكبر. نفس الكلام، التباعد بين الفقرات العمود الفقري دي هيخلي الغضاريف دي تكبر. مجموع الغضاريف اللي ممكن تحصل لأي انسان من 5 لـ 7 سنتي. وهنبتدي نشرح دلوقتي ازاي نستخدم الجهاز. الجهاز زي ما احنا شايفين عبارة عن زي دكة احنا بننام عليها، وهنا في موتور. لما بشده لقدام بنلاقي الجهاز يطلع لقدام، لما ارجعه ورا الجهاز بيرجع ورا. آلية عمل الجهاز، الاول تركيب الجهاز بسيط جدا، بيتكون من 3 مناطق اساسية. الجزء الاولاني ده اللي الرجلين بتدخل فيه، والشلتة نفسها او الدكة نفسها، المسطح اللي الظهر بينام عليه ويتفرد عليه، والرقبة اللي الجسم لما بتتحط الجهاز تحت الدقن، فبنبتدي نشد الرقبة. هنبتدي النهاردة الأستاذ مازن يبتدي يرفع الجهاز لقدام، يحرك الجهاز لقدام، هيبتدي يحس بإن هنا في شد. لما بيحصل على إذن حضرتك، أنت ممكن ما تكونش ماسك جامد، لحظة، هنا بنبتدي نشد كده. تحس بإيه يا أستاذ مازن؟ تمام. فبنبتدي هنا، هو طبعا عشان ما ينفعش ان احنا فجأة ناخد الجهاز للآخر، لان حتى في التدريب بيبقى تدريجي. بنبتدي نلف الاول 10 لفات، وبعد كده بنكمل للـ40. الجهاز ده فيه 40 لفة بيكملوا للآخر. بيفضل على الوضع ده 15 دقيقة كل يوم، صباحا اول ما بصحى من النوم، ومساء اول قبل ما اجي انام. ليه صباحا اول ما اقوم من النوم؟ لان بتبقى الفقرات في قمتها او في زيادتها. يمكن في ناس كتير تجهل ان انا لو قست طولي اول ما اصحى من النوم وقارنته بقبل ما اجي انام، هلاقي ان في فرق من سنتي لاتنين سنتي في الطول. فاحنا في الوقت اللي بنكون فيه جسمنا بالليل الفقرات قربت جدا من بعض، بنبتدي نعمل التمرين وننام. ولما بنصحى بتبقى فقراتنا في ابعد منطقه، فبنبتدي ان احنا نشدها لمنطقه ابعد. البرنامج ده على الجهاز ده بيبقى لمدته 6 شهور، وزي ما كنا شرحنا قبل كده ان مده او الزياده اللي بتحدث في منطقه العمود الفقري بتبقى من 5 لـ 7 سنتي. ده الجزء الاولاني اللي هو بيبقى الرجلين اللي هي بتشد منطقة العمود الفقري. برجع تاني بعد ما بخلص هنا مدة التدريب بتاعتي، بنزل رجلي يا استاذ مازن وببتدي، ايوه بنزلها خالص، وبحط رجلي كده وبرجع كده، وبنبتدي نحط الجهاز تحت. نبتدي نشغل منطقة الرقبة، ودي بتستمر 5 دقايق. طبعا
بفضل انا اشد هنا لحين ما يبتدي يحصل تلامس تحت الدقن، وبيبتدي بحط ايدي ازمازن هنا تمام، وبفضل اشد لغايه ما يبتدي استشعر ان في شد. طبعا هنا المنطقه دي بيبقى الجهاز، المنطقه دي معموله بنظام بنزله بحيث ان هنا تكون في شد، وبفضل على الوضع ده بعد الشد مده 5 دقائق. وكده بيكون التمرين خلص، سواء من الظهر او من الرقبه. بنستمر على كده الفتره اللي هي 6 شهور. ولازم ملحوظه هامه جدا ان كل يوم في الاسبوع انا باخد يوم راحه. النهارده هنتكلم عن اهميه الاختبارات والمقاييس قبل بدايه اي برنامج رياضي. فاي قبل بدايه اي برنامج رياضي علميا مفروض ان انا اقل شيء اخد مقاس 3 حاجات اساسيه، اولها الوزن، ثانيا الطول، وخاصه اذا كنا احنا هننخرط في برنامج لزياده طول القامه، وثالث حاجه نسبه الدهون، ودي اساسيه ولكن نستطيع ان احنا نستغني عنها في موضوع زياده طول القامه. هنا الجهاز مثلا زي ده، طبعا مش مطلوب ان كل انسان يكون عنده الجهاز ده، لكن مطلوب ان هو يذهب لاي مكان يقيس وزنه ويقيس طوله قبل ما يبتدي. هنا عندنا ازمه في مساله قياس الطول، ان احيانا يكون الوزن عندي مثلا 160 ونص، فانا اروح اقيس عند اي حد يقوم استاذنا بيجامل اللي بيقيس، يقوم قايسها مدى 160 ونص، يقوم يقول له مثلا 161. يجي حضرتك وانت بتنخرط في برنامج زيادة طول القامة وتطول وليكن في الشهر الاولاني 0.5 سنتي، ترجع تقيس تاني تلاقي يقول لك، او في مكان تاني فيقول لك لا ده انت مثلا 161، فانت في الواقع انت زدت 0.5 سنتي، لكن مع الاسف ما بيبانش في الاختبارات او ما بيبانش في قياس الطول، لان انت من البدايه قايس غلط. وحضرتك بتقيس ضروري جدا انك تنبه على الراجل اللي هو هيقيس لحضرتك، الدكتور او مساعد الصيدلي او ايا كان، ان هو يقول لحضرتك مقاس الطول بالظبط. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا عندنا هنا مشاكل جدا في مصر فيما يتعلق من الناحية العملية فيما يتعلق بقياس الطول، واحيانا كمان قياس الوزن. احيانا انا نفسي اقيس على الجهاز ده تديني شيء معين، واقيس في مكان تاني الاقيها مثلا لو الوزن الاقيها فرقة كيلو في مكان تاني، واقيس في مكان تالت الاقيها فرقة ايضا 0.5 كيلو. فالمشاكل اللي عندنا ان الموضوع ده صيني، فمعظم المقاييس اللي موجوده للاسف في مصر مش مظبوطه بدرجه 100%. عشان كده النصيحه اللي انا بقدمها لحضرتك، لا انا اقيس واقيس في مكانين، وابتدي اقيس بعد شهر او بعد شهرين من انخراطي في برنامج زياده طول القامه عند نفس المكانين اللي انا قست عندهم. في إطار بدئنا في شرح بعض التمارين المفيدة في مجال زيادة طول القامة، ما نقدرش نبعد عن العقلة. العقلة تعتبر من التمارين الأساسية جدا، وإحنا زي ما أوضحنا في التمارين العادية إن إحنا مفروض إن إحنا نبعد الفقرات العمود الفقري عشان ندي مجال للغضاريف إنها تكبر. فمع التشعل على العقلة بتبتدي الفقرات تتباعد عن بعض، فيبتدي الغضاريف تاخد حيز او تاخد نمو. طيب في ناس تقول العقلة لوحدها تنفع؟ لا، العقلة لوحدها مش هتنفع. العقلة دي لوحدها لو قعدت تلعب عليها سنة مش هتطول 0.5 سنتي، لكن في اطار البرنامج المتكامل هتكون مفيدة لينا. العقلة في ناس كتير تقول العقلة صعبة وانا مش هقدر العب عقلة وبتاع. احنا بنلعب عقلة مش بنشد العقلة، احنا مش هنشد كده، لا احنا هنتشعلق فيها بس بالوضع ده كده كده كده. انا بدي مجال للغضاريف انها تتباعد عن بعض. والعقلة ممكن ان احنا لو عندنا حاجة اسمها انكل ويت، وهنبقى نشرحها بعد كده، اللي هي بتتحط هنا
بتزود التقل ده، بتبقى عبارة عن كتلة من الرمل بتتلف هنا وبتتلف هنا، ولها عدد من الأوزان عشان تديني شد أكتر، فبقف كده. طيب أنا وقفت كده وليكن مثلا 10 ثواني 15 ثانية وتعبت، بنزل أريح شوية وأطلع تاني. طيب في ناس طبعا مش كل بيت هيكون فيه عقلة بالشكل ده، في عقل جديدة موجودة اللي هي تتعلق في باب أو في أي مدخل أي مكان، ودي سهلة جدا ورخيصة، بنقدر ان احنا نحطها، اطفالنا يمارسوا عليها والناس الكبيرة تمارس عليها، بحيث ان هو في الحالة دي لو هي قريبة ممكن رجليه تلمس الارض، فممكن في الحالة دي الرجل تبقى بالوضع ده. ده تمرين، والتمرين اللي فيه الانكل ويد تمرين تاني، وممكن ان انا اعمل عملية مرجحة على العقل. مجموع التمارين اليومية مفروض انها تكون 10 دقائق على العقلة عشان ندي مساحة للغضاريف انها تتباعد بصورة متقطعة. يعني انا وقفت دقيقة وتعبت، بنزل اريح نص دقيقة وارجع اكمل تاني. هنشرح النهاردة مع بعض تدريب ممتع جدا وجميل جدا في برنامج زيادة طول القامة، بالإضافة أن أي حد عنده ألام في منطقة أسفل الظهر أو منطقة أعلى الظهر هيكون مفيد ليه جدا، بالإضافة طبعا لاستخدامه قبل ممارسة أي رياضة عادية. التمرين بسيط جدا، أنا بقعد كده وبجيب رجلي كده عند صدري وبمسك بإيدي قصبة الرجل وببتدي أعمل كده. التمرين ده من التمارين الممتعة جدا وبيعتبر إحماء للتمارين اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها، خاصة إن احنا عارفين إن البرنامج كله بيعتمد على معظمه بيعتمد على تدريبات لإطالة الظهر. بستمر على الوضع ده من 3 لـ5 دقائق. في برنامج زيادة طول القامة لابد ان احنا ما نغفلش تقوية عضلات الظهر، تقوية عضلات البطن، وتقوية الجذعين اللي هم بيسموهم منطقة الكور. فمن التمارين المفيدة جدا والمهمة جدا التمرين ده، احنا ناخد الوضع ده بنحط الساعد كده بالصورة دي وبنقف كده ووشنا لقدام، بنقف على المفروض ان احنا هنعمل التمرين ده لمدة 10 دقائق، لكن اذا انا بعد دقيقة تعبت بقوم مريح شوية وارجع امارس نفس التمرين ده بالصورة دي، وجسمي يبقى مفرود وراسي مرفوعة لفوق وطبعا رجلي مفرودة. في تمرين مهم جدا وهو تمرين إطالة الفقرات الصدرية، والتمرين ده أنا بوقف كده بأفرد إيدي لورا وأشبكها وأرفع إيدي لورا. زي ما احنا شايفين بيحصل شد في المنطقة الصدرية أو منطقة الفقرات الصدرية. بثبت على الوضع ده 3 دقائق، من 3 دقائق لـ5 دقائق، لكن زي ما كل تمرين اذا انا بعد دقيقة تعبت فبستنى شوية وبرجع تاني اكمل التمرين ده، بيعمل اطالة في المنطقة الفقرات الصدرية. تمريننا النهاردة تمرين شائع جدا وهو نط الحبل، ونط الحبل بتفيد كتير جدا في برنامج زيادة طول القامة، لكن بيكون بصورة كبيرة وبصورة مكثفة. يعني متوسط النط الحبل في اليوم بيكون من 500 نطة لـ1000 نطة بالصورة دي. بعمل أنا كده مثلا، أنا عملت 100 وتعبت، بريح دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة وابتدي أعمل 100 التانية. من المهم جدا إن التمارين اللي أنا هعملها تكون متدرجة، يعني لو أنا في الأول بقدر أعمل 200 جامب في اليوم، يبقى الاسبوع اللي بعده يبقوا 250، الاسبوع اللي بعده يبقى 300، لغايه ما اوصل
مع نهاية البرنامج اللي هو نهاية 6 أشهر على الحد اللي أنا أقدر أكون وصلت له. زي ما اتفقنا في تمارين برنامج زيادة طول القامة إن منطقة الكور منطقة مهمة جدا، فهنعمل دلوقتي أحد تمرينات البطن اللي إحنا ممكن ننوعها، وأي تمارين للبطن هتكون مفيدة، لكن أنا أحب إن أنا أشرح لكم تمرين مفيد جدا هو تمرين كرانش، لأن ده من أهم التمارين في تدريبات عضلات البطن. ده بيبقى أنا واخد الوضع ده، رجلي مفرودة 45 وظهري مفرود وإيدي برضو 45، وابتدي أطلع بالاتنين مع بعض، بطلع برجلي وبطلع بصدري كده كده. التمرين ده اسمه كرانش، وده مستو ان هو بيفيد عضلات اسفل البطن وبيفيد العضلات العليا للبطن. يعتقد كثيرا من الناس انه بعد البلوغ لا يمكن زيادة اطوالنا عما هي عليه، ولكن الخبر السعيد هو اننا يمكننا زيادة اطوالنا من خلال تمديد العمود الفقري، ولا يقتصر الامر على بعض التمرينات الرياضية، ولكن يوجد الكثير من العناصر التي تؤثر على طول العمود الفقري، حيث يعتبر النوم والغذاء المناسب من اهم العناصر، ولكن يبقى التمرين العنصر الفعال في سلسلة زيادة الطول. ليه موضوع كسر القامة موضوع مهم جدا، وموضوع ان احنا معنيين بالبحث فيه ومعنيين بالوسائل الجديدة فيه؟ لان اصحاب الكسر القامة، الناس اللي هم بيعانوا من الكسر القامة، لديهم اسباب ومشاكل نفسية كبيرة جدا، منها في بعض الأحيان أنه مش عارف يحقق طموحه في مهنة معينة نظرا لأنه طوله مش مناسب. أنا بسميه الكسر القامة، بسميها المرض الصامت اللي أصحابه ما بيحبوش أنهم يتكلموا عنه إلا أنهم من جواهم بيعانوا. لذلك يجب علينا وأن إحنا نعتني بالأجيال القادمة من خلال الاهتمام بأشياء عديدة، ومن خلال دراسة تجارب بعض الدول. فلو إن إحنا لاحظنا، هنلاقي مثلا في 50 سنة اللي فاتوا، هتلاقي الدولة زي دولة اليابان استطاعت إن هي ترفع متوسط طول القامة عندها ل15 سنتي. في الوضع الحاضر وفي أيامنا دي، هنلاقي مثلا دولة زي تايلاند رفع شعار رفع متوسط الأجيال، متوسط طول القامة للأجيال القادمة في خلال 20 سنة 10 سنتي. لذلك احنا يجب علينا ان احنا نهتم بالموضوع ده، لان هو امن قومي، وامن قومي بالمعنى الحرفي. فلما تلاقي البنتاجون عاملة دراسة على متوسط اطوال الجيوش في العالم، اذا هذا الموضوع له اهمية كبيرة. وكما قال الامام الشافعي: كتب على امتي 3، أقصرها أطولها للهيبة، وأوسطها للعلم، وأقصرها فتنة أو كرب. النهاردة أحب من مبادئ التدريب الرياضي الكتيرة اللي تعلمناها على إيد أستاذنا الفاضل الدكتور عصام عبد الخالق، انتقيت 4 مبادئ أساسية يجب أن أي إنسان هيبتدي يمارس تمارين رياضية يحطهم في الاعتبار. أول مبدأ من المبادئ دي هو الفروق الفردية. يعني إيه الفروق الفردية؟ يعني كل واحد له سن مختلف، له طول جسم مختلف، له وزن مختلف، له صحة عامة مختلفة. كل ده النهاردة بيؤدي إن نوع التدريب اللي حضرتك هتمارسه لازم يكون له نظام معين يختلف عن الشخص الآخر اللي هو ممكن يكون في نفس سنك، في نفس وزنك، في نفس كل شيء، عدا طوله مثلا مختلف. من الأخطاء الشائعة اللي إحنا كلنا بنشوفهم للأسف عند مراكز التخسيس، حضرتك تروح تقول مثلا أنا محتاج، أو الدكتور يقول لك أنت محتاج تخس وليكن 5 كيلو، وتلاقي حضرته مطلع لك ورقة، الورقة دي فطار، ورقة مطبوعة ليك ولغيرك، لسن حضرتك ولسن واحد تاني، لاختلافات كتير في الطول، اختلافات كتير في نسبة الدهون، اختلافات متعددة، وتلاقي هي ورقة واحدة
ده الفطار كذا، ده الغدا كذا، ده العشاء كذا. ده أظن خطأ شائع إحنا شايفينه في مجتمعنا كله. فبالتالي لازم نركز على الفروق الفردية اللي هي بتختلف من فرد لفرد. العنصر الثاني وهو عنصر أيضا مهم جدا، وهو التدرج في التدريب. لما نيجي نقول للواحد أنت مفروض النهاردة أنك تمشي ساعة، وهو لما بيمشي ساعة إلا ربع ويحس بتعب، يبقى هل أقول له إيه اتمرن ساعة؟ طبعا لا، هو بيتمرن التلات أرباع ساعة، ممكن الأسبوع اللي بعده يزود خمس دقايق، الأسبوع اللي بعده يزود خمس دقايق. فالتدرج في التدريب هو أساسي ومرتبط بالفروق الفردية، لأنه أيضا بيختلف من شخص لشخص. المبدأ الثالث من مبادئ التدريب الرياضي الأساسي أيضا، وهو الاستمرارية. وده اللي احنا يعني أنا شايفه خطأ كبير جدا، مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا في العالم العربي، وهي مسألة الاستمرارية. يعني كل الناس اللي زارت جيمات بره مهمة هتلاقي كاتبين على الحيطان وعلى البوسترات ما معنى الاستمرارية، المواظبة، الالتزام. كل دي دوافع تخلي الإنسان إنه يستمر في التدريب، لأن مش هيفيد إن أنا أجيب مشاية والمشاية دي أقعد أتمرن عليها يوم واثنين وثلاثة وشهر وبعد كده تعتبر تحفة من تحف البيت. فالاستمرارية حتى وإن كان مش شرط إن أنا أمارس كل يوم، مش شرط خمس أيام في الأسبوع، مش شرط أربع أيام، ممكن ثلاث أيام، ممكن يومين، ممكن إن أنا أدمج الرياضة في اليوم العادي بتاعي. بدل ما أنا بطلع على الأسانسير، لا أنا ممكن أطلع على السلم. بدل ما أنا لو أنا شغلي من نص ساعة لساعة يبعد عن البيت، لا ممكن إن أنا أتمشاها. فيبقى أنا بدمج النشاط الرياضي وبدمج مسألة حرق السعرات الحرارية في إطار يومي كله. يبقى المواظبة والاستمرارية ده عنصر هام من مبادئ التدريب الرياضي. المبدأ الرابع والمهم من مبادئ التدريب الرياضي اللي هو الإحماء والتهدئة. يعني إيه الإحماء والتهدئة؟ يعني أنا قبل ما بدخل في الكورس الأساسي، قبل ما بدخل في التدريب الأساسي اللي أنا بستهدف منه أمرن عضلة معينة، أو بستهدف منه أعمل تحمل أو رشاقة أو توازن أو أي نوع من أنواع عناصر اللياقة البدنية اللي أنا عاوزها، من الضروري جدا إن أنا أهيئ الجسم وأعده للدخول على التدريب. فبالتالي الإحماء بيلعب بعنصر أساسي. كتير جدا نشوف في صالة اللياقة البدنية واحد يجي وغير وشايف ايه ودخل، طبعا ده بيسبب مزق، يسبب ألام في العضلات، لأن مفيش تهدئة، مفيش، انت ما حددتش العضلة أو الجزء اللي انت حضرتك هتشتغل عليه. ثم يجي جزء هام جدا وهو جزء التهدئة. التهدئة ان انا ارجع تاني بجسمي للحالة الطبيعية، ما جيش بخش أنا في التمرين وأبقى بشيل مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو بلعب وفجأة خلاص أنا خلصت ويلا سلام عليكم أنا كده خلصت تدريبي. ما ينفعش، لازم التهدئة، لازم أرجع زي ما أنا دخلت بمعدل ضربات قلب بصورة معينة الجيم أو قبل مبدأ التدريب، لازم تقريبا تكون مماثلة أو أقل سنة بعد منهي التدريب. من أهم العادات الخاطئة اللي بتؤدي لقصر القامة، أولا عدم ممارسة الرياضة، لأن احنا عارفين الـ HGH اللي هو الهرمون النمو ده بيفرز وبيزيد إفرازه في النشاط الرياضي، لذلك إهمال الرياضة مشكلة كبيرة. الشنطة المدرسية، الكارثة المدرسية اللي هي ورا الظهر بتخلي الظهر نفسه يحصل تكوس. طيب العمود الفقري أو الفقرات داخلة طالعة فوق بعض بصورة ترتيب معين، لما يحصل خلل في البناء الوظيفي ده طبعا بيؤدي لمشاكل كبيرة. خطأ تاني ان احيانا الأطفال بيبقى عنده الهرمون أو الهرمون النمو وهو ضعيف، بيفرز ضعيف، فيجب استشارة الطبيب ويجب متابعة الطبيب لانتهاء البرنامج كله عشان يقدر يستعيد هرمون النمو حجمه الطبيعي ووضعه الطبيعي. النوم طبعا من العناصر الهامة جدا. المراتب الجديدة والمراتب العالية دي بتخلي الظهر يتقوس، وممكن يحصل في المستقبل انحناء في الظهر، وكل ده بيأثر على
الطول. طبعا طريقة المذاكرة وان انا اكون مايل كده لفترات طويلة متقوس، ده ايضا بيؤدي لقصر القامة.